مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معنا الى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. كما نرحب بصفة خاصة بمشاهدينا في الأقاليم الجنوبية الذين يتابعوننا عبر قناة العيون الجهوية. هذه ثالث حلقة نخصصها لموضوع الصحراء المغربية ضمن ثلاثية بدأناها بالجانب السياسي وأتبعناها بإشكالية حقوق الإنسان، ونختمها هذا المساء بالجانب الاقتصادي والاجتماعي من خلال النموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي دعت إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط يطبق على أوسع نطاق، ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات ومدرة لفرص الشغل ولا سيما بالنسبة للشباب. انتهى كلام جلالة الملك. قبل تعريفكم بضيوف حلقة هذا المساء من برنامج قضايا وآراء، نترككم مع هذا التقرير حول تقديم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. عهد تنموي جديد ستتمتع به أقاليمنا الجنوبية. انطلاق العمل سيتم بخلق ثلاثة أقطاب في الجهات الثلاث: قطب اقتصادي متنوع بالعيون بوجدور الساقية الحمراء، وقطب اقتصادي متقدم في الصيد البحري والفلاحة والتجارة بوادي الذهب القويرة، وقطب اقتصادي اجتماعي وتضامني بجهة قلميم السمارة. لكن ما الذي يضمن نجاح مشروع تنموي طموح سيرفع أقاليمنا الجنوبية إلى درجات عالية في الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية، وسيهيئ الظروف لاستقرار أفضل للعائدين من تندوف؟ أنتم تعرفون على أنه أول مفتاح لتحقيق إنجازات الكبرى على صعيد الأمم هو الإرادة السياسية وتواجد رؤية واضحة واستراتيجية محكمة، وهذا النموذج هو تعبير لهذه المقومات الثلاث، بحيث أن هذا المشروع جاء بموجب إرادة جلالة الملك، وتمخض عنه تصور جديد جريء. أقاليمنا الجنوبية تمثل 59% من مساحة التراب الوطني، يسكن بها أزيد من مليون نسمة، مساحة شاسعة يوصل المشروع بفك عزلتها عن طريق تعبيد الطرق وخلق شركات جهوية للطيران وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. وعطينا واحد مجموعة ديال التوصيات من أجل الترقية ومن أجل تحسين اللجوء إلى التعليم إلى الصحة من أجل الحد من البطالة وتقليصها. طبعا هذا النموذج اللي اقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو نموذج يعني شمولي ومتكامل في يعني مختلف الجوانب، ومن جملة الجوانب وربما أهمها الجانب الاقتصادي. طبعا هذا الجانب الاقتصادي أعطينا توصيات، أعطينا آراء فيما يخص نقاط القوة ديال هذه المناطق الجنوبية، كذلك كيفاش يمكن لنا نخلقوا الثروات ونخلقوا فرص الشغل انطلاقا من كل ما هو موجود، وكذلك انطلاقا من ما يمكن أن يكون موجود إن شاء الله في المستقبل. وهذا كله واحد يعني مقاربة تشاركية اللي كتتم ما بين الدولة وما بين الجهة الممثلين ديالها، وكذلك بمشاركة ديال المجتمع المدني اللي اقترحنا أنه يكون شريك يعني سواء في تصور البرامج وكذلك في إنجاز هذه البرامج. المشروع التنموي لأقاليمنا الجنوبية يقطع مع اقتصاد الريع. ستشكل فيه الجهوية المتقدمة فضاء لتقريب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار. 120 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات القادمة، وتقليص البطالة إلى أقل من النصف، هي نماذج لأهداف تراهن عليها هذه الخطة الاستراتيجية التنموية لأقاليمنا الجنوبية. إذن القضية هي النموذج التنموي الجديد في أقاليمنا الجنوبية، والآراء آراء كل من السيدة والسادة. عبد الله متقي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرحبا بك. شكرا سي عبد الرحمن. كلمة حول النموذج. مرحبا بالنظارة الكرام. بطبيعة الحال هذه المرة الثانية اللي تنحضروا لهذا البرنامج ديال القضايا وآراء باش نتناقشوا حول المشروع النموذجي
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وبطبيعة الحال في الروبورتاج يعني فهو تيقدم يعني النتائج الكبرى للنموذج واللي غادي نتذكروا عليها اليوم باش نتواصلوا مع المشاهدين الكرام. شكرا لك. يحضر ايضا معنا السيد الاستاذ محمد قرين على مركز الابحاث والدراسه تاع عزيز بلال. مساء الخير. شكرا على الدعوه. قرات التقرير كيف مرحلتك الاولى؟ اظن بان هذا التقرير الذي يقدمه نموذجا جديدا لتنميه الاقاليم الجنوبيه هو كسائر المنتوجات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جودة علمية، حيث أنه أولاً قام بتشخيص الأوضاع كما هي الآن، ووقف على النواقص بكل جرأة، مقدماً مقترحات عملية وكذلك الوسائل لتحقيق هذه المقترحات والآليات لتتبعها وكذلك الأجهزة التي تسهر على ذلك. شكرا لك. مرحبا سيدة نجاة سيمو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا. مساء الخير سي عبد الرحمن. مساء الخير مشاهدي الكرام. فعلا هذا التقرير ديال الجهوية في الأقاليم الجنوبية تميز بجرأة كبيرة في التشخيص، وتميز كذلك بواقعية في التحليل وفي يعني الاقتراحات والبدائل التي اقترحها، كما أنه ارتكز خاصة على منظومة الحقوقية كمنطلق لجميع الاقتراحات التي تم تقديمها، وهو يجمع ما بين الجرأة والشجاعة والإرادية والواقعية في كل المراحل ديالها. نعم. نرحب أيضا بأحد شباب أقاليم الجنوبية سي مجمع بينه، مستشار في مركز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط أكدال. مساء الخير. شكرا الأخ عبد الرحمن على الاستضافة. الأكيد على أن المناقشة اليوم موضوع يعني صادر عن مؤسسة يعني نص عليها الدستور الجديد، ولامست يعني اختلالات التدبير في جانبها التنموي التي يعني عرفتها منطقة الصحراء منذ 1975، وأقرت بفشل يعني السياسات التنموية السابقة. لأكيد على أن هذا يعني هذا التقرير الذي تم رفعه إلى جلالة الملك يعني فيه مسائل يعني إيجابية ومهمة صراحة ستنفع إذا تمت أجراءتها بشكل سريع وبشكل سليم ساكنة ساحقة من الصحراويين المتواجدين على يعني هنا داخل أرض الوطن، والذين تناستهم لسنوات طويلة الحكومات المتعاقبة، وتناسهم البرلمان، وتناستهم الأحزاب السياسية. فاليوم يعني المجلس الاقتصادي يقدم بدائل، ونتمنى أن تتم أجراءتها بالسرعة، وسنتم يعني تشريح إن شاء الله للواقعي من خلال المناقشة إن شاء الله. إذن شكرا لكم جميعا. نبدأ معك سي عبد الله. كيف قالوا الإخوان التشخيص ربما غيتطلب وقت كثير باش نرجعوا له ندخلوا مباشرة في النموذج التنموي، نركز في الفصل الأول ديالو على الجانب الاقتصادي، خلق دينامية جديدة، إحداث أقطاب تنافسية، يعني أن هذا النموذج التنموي يرغب يعني في إعطاء لهذه المنطقة أقاليم الجنوبية واحد الموقع جديد واستراتيجي. بطبيعة الحال يعني النقطة ديال الانطلاقة هي التشخيص اللي قام بها المجلس. نعم. واللي يعني وقع وتوصل المجلس في إطار هذا التشخيص على أن الإقلاع الاقتصادي اللي كان من ممكن يكون في الأقاليم الجنوبية رغم يعني الاستثمارات اللي قامت بها الدولة لم يحدث، ولكن الاستثمارات كانت مهمة في البنيات التحتية، لأنه الدولة استثمرت في الأقاليم الجنوبية جوج المرات أكثر بالنسبة للجهات الوسطى والشمالية، جوج المرات أسرع. إذا هذه البنيات التحتية الآن اللي موجودة فهي غادي تساعد على هذا الإقلاع الاقتصادي للنموذج التنموي. فهذا النموذج التنموي اللي جا به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فهو ينبني على أربعة ديال الأسس. في الأول أنه نموذج عنده تنمية بشرية مستدامة وإدماجية، كذلك بني هذا النموذج على احترام
الحقوق الأساسية، حقوق الإنسان الأساسية في مفهومها الواسع، يعني الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية والحقوق البيئية. كذلك بني هذا النموذج على المشاركة الفعلية للساكنة المحلية، وهذه المقاربة التشاركية يمكن نرجع لها من بعد. وفي الأخير يعني الاحترام يعني الدور الذي ستلعبه الدولة كواضعة للقانون وحافظة لل. إذن هذه العناصر الأربعة كيفاش غيساهموا في خلق هذه الدينامية الجديدة؟ هذه الدينامية الجديدة سيتم خلقها أولا بإعادة النظر في المناخ الأعمال. هذه نقطة أساسية وجوهرية، لأنه رغم التحفيزات المالية اللي تتخضع لها المناطق الجنوبية، فهذه التحفيزات لم ما اعطتناش الإقلاع الاقتصادي. إذا كاين أولا مناخ أعمال اللي خاصو يعاد فيه النظر من ناحية ديال يكون منسجم مع باقي المناطق في باقي التراب الوطني. ولكن كذلك نقطة أساسية تعود إلى تطهير العقار، لأنه في الأقاليم الجنوبية كاين إشكالية ديال العقار، وعدد من المستثمرين الآن يطرحون هذه الإشكالية ديال الإشكالية المطروحة في بالنسبة للعقار، التي تعتبر تقريبا حاجز باش ينميو المناطق الجنوبية. النقطة الثالثة هي أنه لابد من الساكنة المحلية باش تقوم بالمشاركة في الاختيارات الكبرى وتعطي الرأي ديالها في الاختيارات الكبرى ديال التوجهات الكبرى من أجل هذا الإقلاع الاقتصادي. ويمكن كل نقطة غادي نقدروا نرجعوا لها بالتفصيل، لأنه من بعد طرحنا يعني ما هي الأهداف التي غادي يوصل لها النموذج بالأرقام من ناحية ديال تشغيل الشباب، تشغيل النساء، وكذلك خلق أقطاب اقتصادية. يمكن نرجعوا لها نشوف الرأي ديال السي جرين كباحث، شنو سطر على الانتباه ديالك في هذا النموذج في الجانب ديالو الاقتصادي؟ اولا من الناحيه الاقتصاديه نعرف بان اي استراتيجيه اذا لم يواكبها جو عام يسمح بأن تتفتق الطاقات لا يمكن لها أن تنجح. وبالتالي كانت أول نقطة يركز عليها التقرير هي إعادة الثقة وتشجيع المشاركة الشعبية وعلو القانون، بمعنى أن يكون هناك تدبير شفاف للشأن العام، أن يتم إشراك الساكنة فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأقاليم. الشيء الذي يطرح إشكالا سياسيا وهو إدماج نخب جديدة تتجاوز التقاطب التقليدي اللي كاين الآن بين الانفصاليين من جميع أشكاله، وبالتالي أصبح من الضروري تهيئ هذا الجو العام لأنه هو المدخل لكل بناء اقتصادي. أما على المستوى الاقتصادي فهناك قطيعة يقترحها التقرير مع اقتصاد الريع بتحرير المبادرة الخاصة، وقطيعة مع النموذج الدعم المالي الذي لم يكن يتميز بالشفافية، مع وضع شروط الاستفادة التي يجب أن تستهدف الساكنة الأكثر هشاشة، الاعتراف كذلك القطيعة مع استراتيجية المدى القريب والدخول في استراتيجية التنمية المستدامة. لكن كل هذه القطائع وهذا الجو العام يسمح بتفعيل المقترحات التي تأتينا بنموذج يجعل من هذه المناطق أولا صلة وصل بين المغرب والمغرب الكبير مع إفريقيا جنوب الصحراء، وهذه صلة الوصل هي التي ستحول مركز المغرب الذي تاريخيا كانت علاقاته أفقية عمودية والتي كانت دائما علاقات مع إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الإطار هناك أولا مسألة فك العزلة بربط هذه المناطق بشمال المغرب وكذلك بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مقترحات جديدة ومجددة كتأسيس شركة للطيران جهوية خاصة بالمنطقة يكون هدفها تشجيع السياحة في هذه المناطق، وكذلك الصادرات حول البلدان المستهدفة.
جانب آخر هو الجانب الاجتماعي. السيدة نجاة ركز عليه لأنه ربما النموذج التنموي يجعل الإنسان في قلب هذه المقاربة. فعلا هذا النموذج يجعل من الإنسان الصلب الاهتمامات ديالو في جميع المراحل ديال الاقتراح. ويكفي أن نعلم بأن النهج الذي نهجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تناول هذا الموضوع الهام هو واحد المقاربة تشاركية تمت الإنصات إلى 1500 فاعل جمعوي واقتصادي ومنتخبون وسلطة محلية. تم عقد تقريبا أكثر من 200 جلسة إنصات. يعني كانت واحد المقاربة تشاركية حولنا أننا يعني نوسع فيها التشخيص لوضع الأسبوع على مكامن القوة ومكامن الضعف في جميع السياسات التي تم اتخاذها في هذه الأقاليم. فعلا هناك كما قال الأستاذ جرين كان هناك واحد النهج الذي تم نهجه لمدة سنوات. هذا النهج يعني وصل المدى ديالو، فكان ضروري من الضروري أننا نوضع واحد القطيعة مع ما كان متبع في الماضي. وبطبيعة الحال من أجل وضع هذه القطيعة يعني لا يكفي أن نقولها، بل اقترحنا تدابير وإجراءات عملية فعلية واقعية من أجل بطبيعة الحال النهوض بالإنسان، خاصة الفئتين وركز كثير على النساء والشباب. والشباب ويجب في هذا الإطار البدء أولا من يعني إعادة النظر في المنظومة التربوية والتكوينية، لأن مسألة التربية والتكوين هي من المسائل الضرورية بطبيعة الحال لإعداد الأجيال لولوج سوق الشغل وخاصة الشباب والنساء. ولاحظنا بأن في هذه المناطق هناك واحد النسبة جد مرتفعة ديال البطالة، خاصة بطالة الخريجين لعدم ملائمة يعني التكوينات ديالهم مع سوق الشغل. فكان من الضروري إعطاء اقتراحات فعلية وعملية من أجل إعادة النظر في منظومة التعليم والتكوين وانسجامها مع طبيعة الحال متطلبات سوق الشغل، وكذلك مع خصوصيات هذه الأقاليم هذه، لأنها أقاليم كتميز بخصوصيات خاصة ثقافية واجتماعية. سي بوجمعة، أنتم كشباب ديال الأقاليم شنو في التقرير اللي تجيب إجابات على مشاكل ولا إشكاليات اللي كنتوا تطرحوها؟ أهم نقطة يعني كما قال الإخوة أعضاء المجلس على أنه يعني بعد المجلس يعني يراعي العنصر البشري، وهذا يعني جانب مهم، لأن صراحة يعني إقصاء العنصر البشري من التدابير السابقة ويعني التركيز على تنمية الأرض هي محور مجموعة من المشاكل. وصراحة يعني مجموعة من يعني القنوات الإعلامية ومجموعة من الجرائد كتسوق واحد الصورة عن المواطن الصحراوي على أنه يعيش يعني في رغد العيش وعلى أنه يعني يستفيد من خيرات، وهذا ما يعني يقال الريع. ولكن يعني إحنا كشباب كنقولوا على أنها صراحة يعني منطقة الصحراء تشهد يعني واحد الحالة من الهشاشة ومن الضعف، وأقر بها الحمد لله المجلس على أن نسبة العطالة يعني تساوي 15% مقارنة مع معدل يعني 9% المطن هي 9%، وكذلك نسبة الهشاشة مرتفعة شيئا ما. يعني اليوم العنصر البشري هو أهم شيء، إذا ركزنا على العنصر البشري. ونعطيك أمثلة في يعني في هذه الموارد البشرية. الموارد البشرية يعني الاعتماد أولا على نخب شابة اللي يعني خاص يفسح لها المجال، وكنظن على أن خطب الملك الأخيرة سواء يعني في افتتاح يعني مجلس النواب على أن الوضع في الصحراء هو وضع حرج، والخطاب الأخير كذلك ديال ستنوانبر يعني ملف الصحراء الكل معني به، اليوم يجب فسح المجال أمام النخب الشابة وتمكينها من وسائل العمل وإدماجها واحتضانها. وهذا لا يمكن أن يزكى إلا بواحد المسألة وجات في التقرير وهذه كنحيوكم عليها، توطيد مسألة الثقة. هذه مسألة مهمة، لأنه ما نكذبش عليكم إلى حدود الساعة كاينين مسؤولين وكاينين في الدولة العميقة إلى حد الساعة يعني الصحراوي يدفع ضريبة الانتماء نظرا أول لانتمائه،
وإذا كانت قاعدة قانونية يعني في مبدأ مبادئ القانون على أن المتهم بريء حتى تثبت إذانته، فالصحراوي نظرا لانتمائه دائما متهم حتى تثبت براءته. وأنا نعطيك واحد المثال سي عبد الرحمن، أنا السنة الفارطة مثلا شاركت معكم هنايا في قضايا الشباب، يعني كان موضوع الحلقة ورافعنا حول يعني المشاكل والهواجس اللي كيعاني منها الشباب الصحراوي، وقلنا مثلا إبعاد الأطور وإبعاد النخب. شهر من بعدها أنا تم النفي ديالي لمدينة ميسور، مكتبش عليكم ما كاينش ثقة وما كاينش واحد الاحتضان، وهذا مصير وعندي انا الوثائق. انت تعتقد ان هذا النفي وكما تسميه جاء ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك، كاين انعدام الثقة. وإلا بغينا نمشوا بالملف ديال الصحراء، اولا خاصها تكون كاينة حسن النوايا، تكون كاينة حسن النوايا ونحتضنوا هذا النخب الشابة، لأنه الرهان على شبكة الأعيان التقليديين أبانت عن فشلها. أبانت عن فشلها، واليوم يجب فسح المجال أمام النخب الشابة ونحتضنوها ونعطوها آليات العمل، وممكن ممكن يعني نقول لها عطينا حصيلة من بعد نتناقشوا الحصيلة. ربما كثير من الحلول التي تتهضر عليها كاين في التقرير ياك السي متقي، ومن بينها اللي تكلم عليه العنصر هو ديال أنه الثروات المحلية تستغل يعني في عين المكان، أنه العوائد ينتفع منها مواطنو الأقاليم. هذا توجه يعني أساسي معترف به دوليا، على أساس أنه استغلال المصادر والثروات الطبيعية لابد أنها تعود بالنفع على الساكنة. هذا يعني عملناه محور أساسي في التقرير، ولكن لابد من تذكير بأنه حاليا إلى خدينا الصيد البحري، خدينا الفوسفات وخدينا الفلاحة، فرقم الأعمال ديالو هو 11 مليار ديال الدرهم فاصلة خمسة، 70% منها تضخ في المناطق الجنوبية. إذا نحن زدنا كرسنا هذا التوجه، وجعلنا منه يعني نقطة أساسية من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية. فتعملوا يعني على أن 100% من العائد يبقى في المنطقة؟ يعني صعيب نقولوا 100%، ولكن احنا يعني في التقرير نقول يعني نسبة مهمة من، لأنه كاين تضامن يعني على الصعيد الوطني. وإذا ما جاش في التقرير أنه 100%، ولكن نسبة مهمة تمشي يعني أكثر من 70% اللي كاين يعني حاليا. تماما. إذا المصادر الطبيعية اللي كاينة في الأقاليم الجنوبية الآن يتم استغلالها بأنشطة أولية، ما كاينش يعني صناعة تحويلية، وحنا تنعرفوا بأنهم اللي تتكون الأنشطة أولية فما تتعطيش واحد القيمة مضافة كبيرة لهاد المنتوجات. إذا نقطة أساسية كذلك اللي جا بها التقرير هو أنه لابد في المرحلة الثانية ما يكون تطوير هذه المؤهلات التي تزخر بها المناطق الجنوبية باش تولي عندنا صناعة تحويلية، لأنه الصناعة التحويلية هي اللي غادي تخلق واحد الرواج، يعني القيمة مضافة والرواج، وهذا هو يعني الهدف في المرحلة الثانية من في العشر سنوات الثانية ديال اللي جا بها النموذج. في نفس السياق هذه العوائد وهذا النشاط التجاري ولا الصناعي خصو يكون دائما يحافظ على البيئة، لأن البيئة أيضا في المنطقة هشة. بطبيعة الحال البيئة في المناطق الصحراوية كتميز بواحد القساوة ديال البناخ وقلة الموارد المائية والصعوبة ديال الزراعة وديال هذا، لأن وهذا الشيء كيدفعنا إلى تقديم اقتراحات اللي كتراعي في نفس الوقت كتشجع على الاستثمار وعلى تنمية الاقتصاد، مع مراعاة بطبيعة الحال خصوصيات ديال المنطقة، خاصة فيما يخص الزراعة، فيما يخص يعني الاستثمارات الأخرى اللي ضروري أنها تراعي قلة الموارد المائية والخصوصية ديال هذه المناطق، لا المناخ الصحراوي ولا طبيعة يعني المناخ في هذه الأقاليم. سي كرين، سمعتي التدخل ديال السي بوجماعة، تتفهم هذه الانشغالات ديال الشباب وفي التقرير واش كاين حلول في نظرك لهذه الانشغالات؟ كانت ما يمكن الإنسان إلا يتفهم هذه الانشغالات، وسبق اللي قلت في البداية بأنه يجب إدماج نخب جديدة وخاصة الشابة في الحياة العامة. لكن عندما نتطرق للمؤشرات المتعلقة بالمنطقة سواء التي وقف عليها التقرير
أو التي تأتي في تقارير المختصين سواء المغاربة أو الأجانب، يظهر أن المؤشرات المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والبنية التحتية شيء ما جيدة بالمنطقة، إلا أن الأفة الكبرى هي مسألة، عندما أقول جيدة مقارنة مع مناطق أخرى، لكن الآفة الكبرى هي آفة البطالة، لحيث أن الدولة هي المستثمر الأول، هي المشغل الأول، القطاع الخاص يستثمر فقط في القطاع الأولي، وهنا تعطينا نسب ديال البطالة اللي كترتفع بالنسبة للشباب الحاصل على شهادات عليا إلى 41%، مما وهذاك جاء في التقرير حرفيا، وهذه صعوبة الإدماج المهني للشباب يولد الشعور بالحرمان وعدم الإنصاف، خاصة مع ضعف منظورية سياسات الدعم الاجتماعي التي لا تتميز بالشفافية الضرورية. فكل هذا جعل التقرير كما قلت يقترح قطائع مع ممارسات عديدة، وبالتالي أول هذه القطائع هو المناخ العام، مناخ احترام حقوق الإنسان، احترام القانون، تطبيق القانون، وأساسا الخروج من القطع مع اقتصاد الريع بتحرير المبادرة الخاصة بوضع إطار يشجع الاستثمار الخصوصي المنتج للخيرات والذي يعطي فرص الشغل، وذلك بتدابير ديال العصر، نظام ضريبي تحفيزي وواضح ومستقر على المدى البعيد، حتى نضمن للفاعلين الاقتصاديين سواء في المنطقة أو خارج المنطقة أو خارج الوطن منظورية لتمكنهم من أن يأتوا للاستثمار في هذه المنطقة. هذا كله في إطار ما وضع عليه التقرير الأسبوع، وهو إعطاء لكل جهة من هذه المناطق، الجهات الثلاث، بعض القطاعات التي لها مؤهلات تمكنها من أن تعمل فيها، وهناك مقترحات فيما يتعلق بالصناعة، هناك مثلا ناحية بالنسبة لمنطقة القويرة اقتراح بناء ميناء كبير وبجانبه منطقة صناعية حرة تمكن من استقطاب رساميل إفريقية وغير إفريقية ومن المنطقة ومن خارج المنطقة، كذلك الخط البحري، وهنا ربما مناطقنا الصحراوية تعمل دائما لتمكن المغرب من أن يقوم بقفزات نوعية. نحن نعرف مثلا أن منطلق المسلسل الديمقراطي بعد سنوات من حالة الاستثناء في المغرب انطلق مع معركة إعادة استرجاع أقاليمنا الصحراوية في بداية السبعينات، وكذلك الجهوية المتقدمة قد تكون الورش الذي في مناطقنا الصحراوية يمكن المغرب من بناء آليات وتجارب لجهوية. وفيما يتعلق بهذا النموذج الاقتصادي الذي يريد أن يجعل من هذه المناطق صلة وصل بين المغرب والمغرب الكبير بصفة عامة وأوروبا وإفريقيا، ربما هذا سيصالحنا مع ماضينا، ومثلا على المستوى النقل البحري يمكن أن نتصور نقل بحري من طنجة بواخير وكتهبط في الدار البيضاء وفي أكادير وفي العيون ونواكشوط ودكار وغيرها. هذا كله تعطينا واحد الإمكانية هائلة لكي يسترجع المغرب عبر هذه المناطق الصحراوية الأصيلة دوره الذي لعبه دائما كنقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. سي بوجمعام، بين الاختلالات اللي تحكي عليها في الأول هو المتعلقة بالدعم الاجتماعي اللي كانت التصرفات ديالو تتشوبها مجموعة من الشوائب. الآن هناك توجه نحو عقلنة وتوسيع
منظومة شبكات التضامن الاجتماعي، كيفاش في نظركم ما جاء في التقرير يمكن يصلح هذا الخلل؟ وسؤال ثاني متعلق بالتشغيل، يعني واش هناك إمكانية أنه الشباب خصوصا الموجه نحو هذا البرنامج أنهم يعني يستغناوا على هذا الدعم الاجتماعي؟ لأنه هنا في التقرير هناك هدف خلق 120 ألف منصب شغل على المدى البعيد. صراحة يعني هذه النقطة هي مهمة بالأساس، ولكن يجب كنشوف على ذاك المدى مثلا ديال 10 سنوات، يعني فيه واحد المدة شوي طويلة. لو أن يعني المدى يكون شوي قريب غادي يكون يعني التقرير نسبيا قدم إجابات، لأن صراحة اليوم كان نسبة ديال الأطر العليا معطلة في الصحراء، وكان نسبة عالية، وكان تراكم أفواج خاص الدولة تنكب على تشغيلهم، وكذلك سواء حملت الماستر وحملت حتى الإجازة. بالأمس القريب كان في إقليم أسلزاك كانت وقفة المجازين أمام القصر البلدي. الناس راكينا مشاكل اجتماعية كبيرة، كاينه مشاكل اجتماعية كبيرة خاص يتم يعني الإنصات لها، وخاص يتم يعني تشغيل الشباب، وحتى المسألة ديال يعني الجهوية في المناصب. مثلا على الأقل هاد الشباب يشغلوا غير في المنطقة ديال الصحراء، كيكون أقرب للتواصل مع المواطن، وواحد الإنسان اللي قرأ والله راه غادي يكون يعني واحد عنده واحد الدور إيجابي في المجتمع وفي بناء واحد العقلية سليمة. لا غير هذا الشيء الإشكالية تتحدث عليها راه جزء كبير، راه الحلول كاينة هنا. احنا نتفق، لا نختلف، لا نختلف مستقبلي، نحن يعني كما قلت لك نحن يعني نأمل نأمل من خلال هذا التقرير، نأمل إن شاء الله في المستقبل، ولكن خاص يتكب على هذه المسائل، لأن أغلب المشاكل التي تأتينا من الصحراء هي مشاكل اجتماعية. مشاكل اجتماعية وكيتم تحويرها سياسيا، احنا ما عندناش اليوم نخبو هذه المشاكل، كيتم تحويرها سياسيا، وكاين أمثلة على ذلك. وبعض المرات يعني كيكون حتى الناس يعني مسؤولين في الدولة والله كي يشعلوا لنا الفتن، وربما حتى مسؤولين يعني حتى أعيان كبار، وهذه نقولها اليوم بشكل صريح، كينساموا حتى الصحراء، وربما كيساهموا في إذكاء النعرات القبلية. وانا نعطيك مؤخرا في شهر 9 يعني نهاية شتنبر كان واحد تدخل كبير في حق قبائل إيتوس اللي متمركزة أساسا في إقليم أسلزاك، وهذه القبائل اللي ضحات وبدلت الشيء الكثير يعني في وحدة هذا الوطن. ولكن اليوم باش يتم يعني التهجم عليها بهذه الطريقة وهذا التعامل، هذه أمور غير مقبولة. وإحنا كنخب وكجيل جديد رغم كان تعرضوا في كلامنا، كان تعرضوا كما قلت لك، راه اليوم الأطر أقسم لك بالله وعندي اللوائح إلا بغوا الإخوان في الأخير نجبدها لهم، إلا من خلال 120 إطار العام الفايت في وزارة الاقتصاد والمالية، جميع الموظفين تم إعطائهم المنطقة ديالهم، واللي ما عطاوه المنطقه ديالو عطاوه قريب لها، وحنا 40 كنا واحد صحراوي، اقسم لكم بالله هي ما عطاونا من اكادير لتحت، وانا مستعد نخدم في جوج بغال الحدود مع وجده مع الجزائر، ولكني نعرف بانني غادي نخدم للوطن ديالي، وما تكونش كاينه مقاربه امنيه. ولكن الساعه اللي كنحس بمقاربه امنيه من طبيعه الحال كنحس بواحد الغبن وما كنرضى. وحنا كجيل اليوم الشباب خاصه تتم الثقه فينا وتكون التعامل معنا بحسن النوايا، وحنا رانا ابناء هذا الوطن، راه ما يمكنش غادي نخرجوا ضده. نعم، الدوله اللي كبرنا فيها وتعلمنا فيها وسميتو غنخرجوا ضدها. والثقه هي الكلمه يعني الكبيره في هذا التقرير. نعم، لسمعتي واحد رد فعل حول العنصر القبلي، اظن بانه مهم في هذه المنطقه، ويجب اعاده الاعتبار للدور الايجابي والأصيل للعامل القبلي في اتجاه المصالحة، وبصفته مجالا للتحكيم والتساكن والتداول وتقريب وجهات النظر، وكعنصر للتعايش بعيدا عن كل توظيف سلبي للنعرة القبلية قصد الوصول إلى المآرب الشخصية. غير بخصوص باش تجاوبي على الانشغالات اللي بطبيعه الحال هذه المساله هذه خداها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار، وهذه الانشغالات سمعتوهم بطبيعه الحال قبل ملي كنتو تسمعوا بطبيعه الحال التشخيص. سمعنا العديد من روايات بحال هذه اللي فيها مسائل اللي كيحسوا بها الشباب من انعدام الثقه ما بين السلطه المحليه وما بين المنتخب. وبطبيعة الحال جاب تقرير إجابات واقتراحات فعلية وعملية، وفيها اقتراحات اللي هي يعني قابلة للتطبيق على المدى القصير، وفيها اقتراحات اللي تمتد إلى 10 سنوات. هذا هو المدى المتوسط اللي اعطينا في إطار هذه الاقتراحات. لكن بالنسبة للمسألة
اللي طار الأستاذ جرين فيما يخص المسألة الحقوقية أو فيما يخص أولا المسألة ديال القبلية في إطار الاقتراحات ديالنا التشاركية في الـ يعني المقاربة التشاركية وإشراك جميع الفعاليات ديال المجتمع اقترحنا أنه يكون واحد المجلس استشاري كيضم المجتمع المدني وكيضم بطبيعة الحال الشيوخ لأنهم يعتبرون واحد الحلقة جد مهمة وذاكرة ثقافية للقبائل ديالهم. فاقترحنا أنه يتم الإشراك ديالهم في هذه المجالس الاستشارية وهذه المجالس غيكون عندها واحد دور جد فاعل في تقرير السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي غادي تهم المنطقة ديالهم وعندهم واحد دور يعني جد فاعل وبطبيعة الحال يعني خدينا بعين الاعتبار هذه المسألة ديال القبلية. فيما يخص المقاربة الحقوقية اللي تكلم عليها الأخ يعني من الركائز الأساسية اللي نبنى عليها المشروع ديال النموذج الجهوية في الأقاليم الجنوبية هو المسألة الحقوقية وارتكزنا فيها على المواثيق الدولية اللي مضاها المغرب وبطبيعة الحال على الركائز اللي ارتكز عليها الميثاق الاجتماعي اللي تم التقديم دياله في 2011 وعلى الدستور ديال 2011. هذه يعني من هذه المسألة ديال المقاربة الحقوقية غادي تعطي لكل ذي حق حقه وكل واحد غادي يلعب الدور ديالو المنوط به سواء لا السلطة ولا المنتخبين. وبطبيعة الحال المسألة يعني مني كتولي هذه المسألة الحقوقية هي الخط الرابط ما بين جميع الفاعلين سواء في الممارسة ديالهم اليومية أو في هذا كتكون زعما كتعطي لكل واحد الدور اللي لازم يلعب. لأن سي عبد الله النموذج عنده واحد الهدف استراتيجي كبير وهو خلق ما يسمى الأقطاب التنافسية الجهوية، أي أنه جعل أقاليم جنوبية واحد حلقة وصل بين المغرب الكبير وبين إفريقيا جنوب الصحراء، عيون بجدور مثلا السقية الحمراء قطب اقتصادي ومدار محوري جهوي، وادي الذهب القويرة قطب في مجال الصيد البحري، قبليمي مسمارة قطب يقوم على تسمية الإطار الطبيعي والثقافي واقتصادي واجتماعي. كيفاش الأهمية ديال هذه الأقطاب التنافسية؟ هذه الأقطاب تتنطلق من المؤهلات اللي كاينة في كل جهة. إذا المنطلق ديال المجلس هو كيفاش نتمنوا المؤهلات الطبيعية والمؤهلات كذلك ديال القطاع الثاني والثالث من أجل يعني النهوض بكل جهة على حدة. فمثلا هناك مشاريع مهيكلة كبرى غادي نذكر عليهم في الأخير، ولكن الأهمية ديال الأقطاب التنافسية مثلا في الجهة ديال العيون السقية الحمراء بوجدور، فهي غادي يكون واحد القطب يعني اقتصادي متنوع لأنه فيه الصيد البحري، فيه المعادن، بالمعادن غادي تمشي فوس بوكرع باش تتمن المشاريع التحويلية للفوسفات، وهذه يعني نقطة مهمة. هناك كذلك الفلاحة وخاصة المنتوجات الحيوانية، المسالك لتربية الإبل. هناك كذلك في هذه المنطقة اللي من يعني من اللي مقترح المجلس أنه تكون فيها منطقة لوجستيكية، فيها كذلك يعني التجارة، فهذو هما الطاقات المتجددة. هذا فيما يخص بوجدور ساقية الحمراء. ملي تنمشيو للمنطقه ديال الجهه ديال الداخله وادي الذهب القويره، قلت الداخله لانه الداخله مدينه جهه هي التي تجمع جميع هاد المؤهلات الطبيعيه اللي كاينه في المنطقه واللي تركز عليها النمو. اولا هناك الصيد البحري، لانه بغينا نرجعوا من وادي الذهب القويره يعني قطب ديال الصيد البحري رقم واحد في المغرب. هناك كذلك السياحة كان عندنا فيها يعني نقاش، لأنه نقول بأنه تكون سياحة متخصصة إيكولوجية وتراعي للبيئة، وهنا تنأكدوا على الدراسات ديال التأثير على البيئة فيما يخص جميع هاد المشاريع. وهناك كذلك معروفة الدخلة بالسياحة ديال أنه رياضة التزلج تمام
تماما. الى خدينا مثلا السياحه في مدينه الداخله في الرؤيه ديال 2020 غادي الرؤيه ديال 2020 في السياحه عندها يعني اهداف طموحه جدا، لانه خاصها تستقبل 114,000 سائح اضافي، وخاصها 3200 سرير اضافي. اذا هذا كله يعني خاص تكون هناك يعني الفنادق، ويكون هناك يعني جميع المكونات باش السياحه تنجح. الان البرامج اللي تبرمجات في المشاريع المبرمجه في السياحه في المنطقه ديال وادي الذهب القويره على حساب العقده الاطار اللي تمضات في 8 يونيو 2013 هي 21 مشروع، من بينهم مشروع كبير ضخم اللي تقريبا ديال 2000 سرير، والقيمة المالية ديال هذه المشاريع كلها هي 5.2 مليار ديال الدرهم، اللي 96.6% غادي تحملها القطاع الخاص. إذا هذا هو الهدف من هذا النموذج، كيفاش القطاع الخاص يمكن يتحمل ويمكن يدخل في واحد الإطار تحفيزي في مناخ أعمال اللي يمكنه من الاستثمار ومن البلوغ ديال النتائج ديال التشغيل، لانه في الاخير الهدف الاسمى هو التشغيل. نعم. هو نقصوا من البطاله. بالاضافه للسياحه هنا كذلك الفلاحه، لانه الفلاحه في المنطقه ديال جهه وادي الذهب القويره ذات قيمه عاليه، ولكن هنا نقاش حول الماء. اذا ذكرنا في داخل المجلس على يعني الضغط اللي غادي يكون على الماء، وكيفاش يمكن نخرجوا من هذا النقاش، لانه كاين عده يعني ضغوطات على الموارد المائيه في وبالاخص المتجهه نحو الفلاحه ذات القيمه المضافه، القيمه العاليه، واللي من في المستقبل يعني في البرنامج ديال المغرب الاخضر تقريبا غادي تخلق الفلاحه تقريبا بين 15,000 بين 10,000 و15,000 منصب شغل، لانه كل هكتار في المنطقه ديال الداخله تيخلق بين 8 و10 ديال فرص الشغل. اذا هنا كذلك كاين توجهات يعني مهمه فيما يخص تنميه الفلاحه، ولكن مع احترام الموارد المائيه. وهنا تنمروا الموارد المائيه فيما يخص تحليه ماء البحر، لانه يعني الفرشات المائيه اللي في الداخله فهي فرشات فيها كذلك نقاش، لانه فرشات احفوريه استراتيجيه، اذا استعمالها في الفلاحه غادي لابد خاص يكون عنده واحد الثمن. وهنا فين تنقترحوا بانه تكون تسعيره جديده من اجل استعمال الماء ديال 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 هذا ديال هاد الفرشات الاحفوريه. المنطقه الاخرى ديال قلميم السماره فهي متخصصه في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللي هو كذلك خصنا ليه واحد الحيز مهم في النموذج ديال هاد الاقاليم. كذلك فيه سياحه ايكولوجيه، سياحه الواحات، وسياحه يعني المناطق المجال الصحراوي. اذا هذه هي الاقطاب المهمه، واللي كلها تتركز على المؤهلات الطبيعيه الموجوده في جميع في كل جهه على حده. اذا سيكرين نموذج التنموي عمل جبار، كيفاش خص تعمل معه باقي الاطراف، الحكومه، الاحزاب السياسيه، المجتمع؟ اولا بغيت غير نضيف بانه مثلا بالنسبه للعيون وبوجدور التقرير كيتكلم بانه على ضروره تعزيز دور العيون كمركز تجاري كمركز اداري كذلك تعزيز هذه المساله. وبالنسبه لواد الذهب والقويره كذلك كمنطقه لانتاج الطاقات المتجدده وما تزغر به هذه المنطقه. الان عندنا هذا النموذج اللي اشتغل عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو من خلال طبيعه ديال التكوين ديالو هو مجلس يجمع عدد من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبالتالي فهو الفضاء الأحسن لكل الوصول إلى التوافقات حول القضايا الكبرى الوطنية. فعلاقة المصالح الحكومية والسلطات والهيئات المنتخبة هو التعامل مع هذا النموذج بصفته توافق وطني يجب إنجاحه،
ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار بالأدوات التي اقترحها التقرير نفسه. التقرير يقترح أن يتم تفويض عدد من الصلاحيات إلى الهيئات المنتخبة محليا لتقريب القرار سلطة القرار من المواطنين. النموذج يقترح مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات وبين الدولة والفاعلين الاقتصاديين. التقرير أو النموذج يقترح عدد من الهيئات، نذكر منها ربما الأستاذ والأستاذة اللي من المجلس يعرفون أحسن، نذكر منها أولا الهيئة العليا لتتبع المشروع والتي ستقوم بإعطاء الدينامية لهذا النموذج بتتبعه بالقيام بتقويم نتائجه. هناك كذلك عدد من الصناديق المقترحة كالصندوق المشترك بين الجهات للتضامن والوكالة وكالة التضامن الاجتماعي للمناطق للأقاليم الصحراوية المقترحة لكي تدبر هذا الصندوق، إلى غير ذلك من الآليات. أظن بأن هذا بقراءتي شخصيا وهذا شعور شخصي، عندما قرأت هذا النموذج أحسست بذلك المغرب الذي يتحرك، المغرب الذي يشتغل على كل الواجهات، ولكن كما قلت يبقى المدخل مناخ الأعمال المدخل السياسي هو الأساس. وفي هذا الإطار بغيت نرجع للملاحظة اللي قال الأستاذ للقضايا الاقتصادية والمشاكل خاصة الاجتماعية وقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غالبا ما يتم تحويرها سياسيا أو توظيفها، وبالتالي فنحن كذلك بحاجة إلى إبراز مدافعين عن حقوق الإنسان، وهنا أخذ قبعتي كعضو في منظمة حقوقية، مدافعين عن حقوق الإنسان، جيل جديد يتميز بالمهنية والحياد ولا يخدم أجندة سياسية ولا يحاول تكبير بعض الأمور، بل أن يقوم بتتبع كل القضايا والقيام بإنشاء مراصد لتتبع كل قضايا حقوق الإنسان مع مقاربة مواطنة استباقية تراقب عمل المنتخبين، عمل السلطات، تقف على النواقص، تقوم بالحماية وبالنهوض، لكنها ستمكن من خلال مهنيتها وحيادها أن يتعرف الجميع على حقيقة ما يجري من صعوبات ولكن كذلك من تقدم في مختلف المجالات. سيدي نجاة، نرجع للجانب الاجتماعي، لأن قلنا القاطعة مع ثقافة الريع والامتيازات والاعتماد على نشاطات مديرية الدخل، وهنا التقرير أو النموذج التنموي تركز أنه يجب استكمال أو الأخذ بعناصر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كيف ذلك؟ قبل ما نتطرق لهذا المحور هذا، غادي نكمل المداخلة ديال الأستاذ غرين، أنه ما يمكنش لأي مشروع أنه ينجح إلا في إطار حكمة مسؤولة، حكمة شفافة، حكمة يعني رشيدة، وكتعطي لكل سلطة من السلطات اللي كتدخل كل وحدة فيها تلعب الدور ديال لها المنوط بها. في إطار المسألة الاجتماعية، فعلا المشروع التنموي ديال الجهات الجنوبية كيوضع واحد الحد فاصل ما بين الممارسات التي كانت في هذه الأقاليم، وهي ممارسات تميزت بانعدام الشفافية، بالتمييز ما بين الساكنة ديال المنطقة، بالتهميش ديال فئات واسعة، وهذا موقف عليه التشخيص ديالنا داخل هاد الأقاليم، والتجاوز ديال هاد ديال يعني هاد
النواقص اللي وقفنا عليها اقترحنا بطبيعة الحال أنه تكون هناك واحد الشفافية واحد تكون القيمة ديال العمل هي الركيزة الأساسية في التعامل ديالنا مع الساكنة ديال هاد الأقاليم، وأن الساكنة ديال هاد الأقاليم تعرف بأن القيمة الحقيقية هي في العمل، هي في المقدورات، هي في تنمية المهارات والمقدورات الشخصية. وبطبيعة الحال اقترحنا أنه تكون هناك واحد سياسة ديال الاستهداف كتقوم على معطيات، يعني معطيات حقيقية ومؤشرات ديال الفقر، اللي ما كتاخدش الفرد كفرد ولكن تاخد الأسرة كإطار بطبيعة الحال لقياس هاد مستوى ديال الهشاشة وديال الفقر. فيما يخص الفئات المستهدفة، هناك اقتراحات ترمي إلى يعني استهداف الفئات اللي يعني تحتاج إلى تقوية والرفع من المهارات ديالها وإدماجها في أسلاك التكوين وإعدادها لسوق الشغل. هناك فئات التي سيتم مواكبتها لتجاوز أو لتجاوز التوارث ديال مسألة الفقر ما بين الأجيال، وهناك فئات التي ستبقى تستفيد بطبيعة الحال من الإعانات لأنها فعلا تحتاج إلى هذه المساعدة. وفي هذا الإطار ستكون هناك واحد المؤسسة، واحد الإطار اللي غادي يدبر هذه العملية ديال هاد لي فيلي سوسيو، هاد الشبكات الاجتماعية، وهاد المؤسسة هذه غيكون عليها كذلك أو سيكون على عاتقها أنها تدبر حتى مسألة ديال العائدين من مخيمات العار، من مخيمات تندوف، وبطبيعة الحال مواكبة ديالهم وديال هاد الأشخاص لإعادة الإدماج ديالهم في المجتمع ولمواكبة يعني الاحتياجات ديالهم الخاصة. سي بوجمعان، بين بغيت رأيك في المنتدى التشاور، دي مقترح جديد أنه منتدى تتكون هيئة التشاور والحوار المدني، هذه لأول مرة تخلق في كل جهة. نعم، يعني في كل جهة. هذه مسألة، يعني مسألة هذا هو اللي كنطالبوا به حنا كنخب شابة، وملي تكون عندنا يعني آليات لإسماع صوتنا لأكيد على أنه إن شاء الله يعني سنتجاوز يعني الكثير من الاختلالات اللي التدبيرات اللي كان عانوا منها. يعني هذه مسألة عندي نقط سجلتها، بغيت نرجع قبيل طرقت المجتمع القبلي، غير لأن المجتمع الصحراوي كان كيشوف فينا باش ما يقولش واحد على أننا عنصريين، ولكن غير يعني كبنية اجتماعية الصحراء هذا هو اللي كاين القبيلة هي المحدد، ولكن غير حنا اللي كنادوا به على أنه يتم توظيفها بشكل إيجابي، هذه هي القبيلة كمؤسسة. أما إذا تم توظيفها بشكل سلبي ننتقل من القبيلة إلى القبلية، هذا هو اللي كنبدو. كما قلت قبيل عاوتاني أن في ديال الميسور ما كنعيب الناس ديال الميسور، الناس ديال الميسور يعني ناس طيبون، ولكن غير كنقول على أن المقاربة تدبيراتية صراحة هذه أمور أصبحت مفضوحة وخاصة يتم التجاوز ديالها. وغادي نجل المسائل التقرير، كان يعني واحد المسألة اللي شتها مغيبة عند الإخوان، هو أنه جا في التقرير على أن يعني مساحة يعني الأقاليم الجنوبية كتشكل 59% من التراب الوطني. واحد المسألة اللي شتها ما جات في النقاش هي مسألة التعليم. اليوم منطقة الصحراء خاصة جامعة، باش نكونوا واضحين، راه أنا الأول راه الناس الطالبة مساكن راه كيعانوا، راه كيعانوا، بنكون واضحين، كيعانوا في السكن، كيعانوا في التسجيل، كيعانوا في التسجيل سواء في الماستر في الجميع، يعني خاص جامعة يتم التسريع بها ونبعدوا عن ديك الهواجس السياسية. وسميتو كاين جيل جديد، راه اليوم كاينين جيلين أو ثلاث أجيال في الصحراء خلقوا من بعد الصراع، ولا ذنب لهم، ويجب يعني مساكن تمكينهم من آليات يعني تعتقد أن المقاربة الأمنية هي اللي ما خلاتش المقاربة الأمنية خاص يتم تجاوزها، وهذه راه جا بها التقرير، راه كاينة شار لهذا التقرير، يعني كاينة مقاربة أمنية. ننتقل واحد المسألة مهمة أستاذ عبد الرحمن، وحتى هي يعني كان بالتقرير خاصو يشير لها، هي مسألة الحكامة الترابية. الحكامة الترابية وكنقولوا على أنه الآن يعني كاينة مناطق في الصحراء مثلا العيون خاصة عمالة أخرى، يعني باش يسهلوا لنا الأجراء ديال هاد المسائل اللي جا بها التقرير، وكذلك إنشاء
عماله المحبس جديريت اكواديم اللي في نواحي اقليم اسازاك ومواليه للشريط الحدودي مع الجزائر. وهذه المنطقه تعتبر صمام امان بالنسبه للمغرب، ويعني حتى اعاده التوازنات القبليه في الصحراء خاص يتم يعني مراعاه هذا الجانب. وهذه المساله كذلك نشير لمساله التفاوت ما بين الجهات. راه اليوم باش نكونوا واضحين، لان هذا المشكل طغى عليه الجانب السياسي وخلى كاين واحد التفاوت ما بين الجهات. ساعه كنتكلموا على العيون بوش دور الاستثمار الداخله، راه هي اللي نفترض هذيك الساكنه هي اللي كتستافد من هذا ما يعرف بالزون يعني المواد المدعمه وما يعرف بالراتب المزدوج دوبل صول. نعم. في حين ان قبائل اخرى تشترك نفس الهويه، تشترك نفس المصير، تشترك نفس المحددات وما كتستافدش من هذه المسائل. هذه مسائل خاص يتم تجاوزها من اجل بناء واحد الجبهه داخليه قويه. ويعني هاد التفاوتات وهاد التشرذم القبلي هو ما يلعب عليه يعني اطراف خارجيه، وكيخلونا دائما كنرجعوا يعني لمشكل التمايز هو اللي جا في كلام الاخت، يعني ذاك التمايز. نرجع لواحد المساله كذلك ديال الاعفاءات. كل شيء كيتكلم على الاعفاءات، الصحراء معفيه من الاعفاءات، الضرائب، العيش، الاعفاءات. هاد المسائل احنا بغينا هاد المجال يتقنن، ومع يعني تقنين هاد المجال، لانه اليوم شكون مستفد من الاعفاءات؟ الشركات الكبرى. وكيجي واحد تما وكيتسجل لا يجمعه بالصحراء الا السجل التجاري، وكيجي كيشتغل في الدار البيضاء. يعني هذه المسائل اعاده النظر فيها. اذا كانت شي شركه كتشتغل، احنا ماشي ضد، احنا كامل الحمد لله ننتمي الى وطن واحد، من حق اي واحد منكم يجي ويدير شركه مثلا في العيون ولا في السماره ولا في بوجدور، ولكن تخدم ابناء المنطقه، هذيك ماشي مشكل. ولكن لا يربطه بالصحراء الا السجل التجاري ونتحدثوا عن مساله الاعفاءات، ماذا نستفيد نحن من الاعفاءات؟ بالعكس، ديروا جميع الضرائب. نعم. واهلا بجميع المغاربه باش يعيشوا في الصحراء معنا، اذا كانت العيش فابور، مرحبا بالجميع يعيش معنا، نحن نفتح الاحضان. نعم. ما كاينش مشكل. غير الجواب ديال السؤال، الجامعات راه كاين، ومن هذا المنظور يجب ان تفتح وحدات جامعيه حديثه تشمل شعبا البحث والتطوير توفير تكوينات مجدده. انا مع التقرير ما كاينش اختلاف. تجاوب على بعض النقاط. كاينه جامعه، يعني جامعات متخصصه في المهن اللي عندها علاقه بالشغل. نعم. الشغل في المناطق الجنوبيه. وكذلك يعني كاين مقترح باش يولي قطب ديال التعليم والصحه مدينة الداخلة باش يسهل العلاقة مع الدول ديال افريقيا جنوب الصحراء. إذا هذه المسألة ديال التعليم خديناها عطيناها الأهمية الكافية بحيث أنه نطالب كذلك بدعم الطلبة من في بعض اللغات مثلا. إذا في هذه القضية ديال التعليم في التقرير تيتطرق لها بصفة مدققة. نعم. والجامعات يعني خصوصا الإعفاءات، مسألة ديال الإعفاءات حنا نقولها بكل صراحة، يعني المجلس يقول بأنه المسألة ديال الإعفاءات الضريبية لابد أن تكون منسجمة على الصعيد الوطني، ولكن ماشي بنفس النسب. يعني نقول بأنه غادي تكون نسب محفزة في المناطق الجنوبية، لا سيما فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ونعود النظر فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة. لأنه إذا ما كانش الوضوح وما كانتش الأمور مقننة في مناخ الأعمال، ولو نديروا التحفيزات اللي بغينا المستثمرين هذا جا طلب من عند المستثمرين، بعد المستثمرين تيقول لك أنا ما نقدرش نمشي نستثمر لأنه ما كاينش وضوح فيما يخص هذا المسائل الضريبية. ولكن احنا الموقف ديال المجلس هو واضح، يعني إطار ضريبي منسجم ولكن تحفيزي بالأقاليم الجنوبية بالنسبة للأقاليم الأخرى. عندك في نفس الاتجاه، أظن بأنه فيما يتعلق بمسألة الضرائب التقرير أحسن عملا عندما أكد على ضرورة وضع إطار ضريبي شفاف واضح ويتميز بالاستمرارية باش كيمكن المستثمر يعرف بانه الى دار واحد البيزنس بلان تعرف بانه من دابا 50 الى غير ذلك. ولا ربما ونسمح باش نقول هذه المساله، ربما هذا ما يقترحه المجلس ربما صالح كذلك للمغرب ككل، حيث اننا احنا في حاجه الى نظام ضريبي يؤطره قانون اطار يعطي الاستمراريه حتى يعرف كل مستثمر الى اين سيذهب. وفي هذا
الإطار العام يمكن أن نحدد إمكانية نسب تحفيزية بالنسبة لبعض المناطق، ولربما غدا في إطار الجهوية المتقدمة سيكون هناك الإمكان بالنسبة لبعض الجهات لكي تحفز المستثمرين لكي يأتوا عندها ولكي تحسن قابليتها لدى المستثمرين أن تلعب على الجانب الضريبي. فيما يتعلق بالتكوين، التقرير يتكلم عن أكثر من فتح جامعات، فهو كما قال الأستاذ يقترح تأسيس أقطاب للجودة والامتياز مفتوحة على التعاون المغاربي والإفريقي فيما يدين التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي. نعم. ولكن مع التأكيد على أن كل التكوينات ستكون مرتبطة بسوق الشغل حتى لا نسقط في نفس الوضع الذي نحن فيه، حاملين لشهادات لا يجدون مناصب الشغل. سيدة نجاة، جانب آخر ركز عليه النموذج التنموي هو الثقافة. قلت قبيلة بأن المجتمع الصحراوي عنده خصوصية ثقافية. شنو اللي جاب تقرير بهذا الخصوص؟ في التشخيص ديالنا لاحظنا بأن الثقافة الحسانية كهوية وكمرجعية كان الارتباط ديال الساكنة بها جد قوي، وكان عندهم واحد التطلعات كبيرة في هذا الإطار، وقمنا بتنظيم يعني أيام دراسية وندوات فيما يخص المورد الثقافي الحساني والدور ديالو كرافعة للتنمية، وخرجنا بواحد المجموعة ديال التوصيات اللي تضمنها التقرير ديال اللي تضمنها التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومن ضمن هاد التوصيات هو أنه نجعلوا من الثقافة الحسانية واحد الرافعة أساسية للتنمية في هاد الأقاليم، سواء لا في المجال السياحي ولا في المجال التعليمي ولا في يعني هناك مجالات كثيرة اللي ممكن أن لهذا الموروث الثقافي الحساني يساهم في تنمية هذه الأقاليم هذه. في نفس السياق، بعيدا عن الطابع الفولكلوري للثقافة، كيفاش يمكن أنه الثقافة البعد الثقافي يأخذ الدور دياله في هذا النموذج؟ هذه مسألة كذلك مهمة، يعني أتى بها يعني نموذج يعني تقرير. وصراحة يعني الثقافة اليوم الحسانية خص رد الاعتبار لها، لأنها يعني ظلت مغيبة، أو حتى لا نقول مغيبة، على العكس يعني بعد كتحضر بواحد الشكل قليل سواء يعني في الإعلام، وكان يتم اعتمادها صراحة فولكلوريا يعني في التظاهرات الحزبية أو في الندوات، أو حتى يعني في التظاهرات اللي كتكون في السفارات بالخارج. وهذا احنا ننبذه، لأن الصحراوي أولا هو قبل أن يكون كزي هو أولا هوية، وهي انتماء، وهي فكر، وهي محددات شخصية. يعني وجب رد الاعتبار لمجموعة من المسائل التي تجسد الثقافة الحسانية، واللي على رأسها كذلك يعني الخيمة الصحراوية بما تجسده يعني من قيم التعايش السلمي. والأكيد على أن هذه المسألة تحديدا الخيمة راه تم التجني عليها مباشرة بعد أحداث قزيميزيك، وهذا صراحة كان ناشده. احنا اليوم غار في نقاش أخوي صريح من أجل بناء يعني واحد الوطن اللي قوي من بعد قزيميزيك. صراحة اليوم في الصحراء كانت في شاطئ العيون في الصيف في يوم الواد، وشاطئ يعني طنطان الوطية، كيتموا الناس في الصيف للاصطياف بناء الخيمة. اليوم أنا هذا الصيف كنت في طنطان في الوطية، الأمن راه ما كيخليش الإنسان الصحراوي يبني خيمة. هو هذا راه إقبار واحد الهوية، إقبار واحد الثقافة. احنا راه لا نرضى اليوم كنقولوا على أنه إذا كان كاين شي تظاهرة يعني عندها طابع سياسي وسميتو احنا معاها، يعني ما تبنوش الخيام. ولكن حتى في مجرد الاصطياف مثلت الخيمة تبنى في الصحراء، هذا راه مشكل كبير. يعني خاصنا نراجعوا هذه المسائل في الثقافة، وفي يعني عودة يعني للحياة يعني كما هي في المجتمع البدوي، المجتمع الصحراوي اللي صراحة راه هو مجتمع سلم غير الطابع السياسي، يعني ركزنا كل شيء كان تعاملوا معه أمنيا، خاص يتم تجاوز هذه النقطة. إذن سي عبد الله، الإطار العريض لهذا النموذج التنموي هو الجهوية المتقدمة، شنو كيفاش غتسيروا العلاقه بين النموذج التنموي، اي اطارات وضعوه في السياق الجهويه المتقدمه، وشنو علاقته بما ملف الصحراء المغربيه
لدى الأمم المتحدة. فهاد المسألة ديال الجهوية المتقدمة وعلاقتها بالنموذج التنموي جات منذ الخطاب الملكي السامي ديال 6 نوفمبر 2012، لأنه جلالة الملك كان أكد على أنه هناك التزام بتفعيل الجهوية المتقدمة ويعني إعطاء الأولوية للأقاليم الجنوبية، ومنها نزل يعني المشروع ديال النموذج التنموي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الآن الإطار اللي غادي تنزل فيه هذا النموذج واللي غادي تفعل به هذا النموذج هو الجهوية المتقدمة، لأنه نعطي الجهوية المتقدمة تعطي للجهات يعني الدور رئيسي ودور رائد لتنزيل السياسات العمومية، وهذا كما جا فيه الدستور. إذا كل ما يتعلق بتنزيل هذا النموذج، كل ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والمقاربة التشاركية ديال الساكنة، فهما اللي غادي يمكنوا في إطار الجهوية المتقدمة من تنزيل وتتبع هذا البرنامج. حتى أنكم دعيتوا لأنه مجلس جهوي ينتخب بالاقتراع المباشر ويكون على رأسه رئيس وتكون مع وكالة جهوية ديال التنزيل. تماما، يعني الهيئة العليا اللي غادي التي اقترح المجلس باش تسهر على التنفيذ وتتبع هذا النموذج، هي غادي تسهر كذلك على التعاقدات بين في إطار تعاقدات بين الدولة وبين الجهات، ولكن يعني غادي يكون عندها المقترح كذلك انها تكون معها واحد الهيئه اللي غادي تتبع معها يعني تقنيا هاد المشاريع، بالاضافه الى جميع الهيئات اللي جايه اللي كاينه في الدستور. نعم. مثلا الهيئات من اجل تنفيذ المشاريع اللي جات بها اقترحتها اللجنه الاستشاريه للجهويه. اذا الاطار للتنزيل. نعم. والمتابعه ومتابعه القرب هي الجهويه المتقدمه. سي كريش، من نوع من الحكمه الترابيه اللي خاصها توكب هذا النموذج التنموي؟ شنو اللي خاصو يتغير؟ تنعرفوا بان مشكل التمركز يعني ها هو عامل جميل يعني مثالي، ولكن في التطبيق ديالو يمكن تصادفوا عراقيل في المجال الاداري في مجال هو الحكمه الترابيه. اولا اعتماد الديمقراطيه بمفهومها الحقيقي، اي تمكين الساكنه عبر ممثليهم لتدبير الشأن العام والمساهمة فيه، تحويل المرور من منطقة المركزية إلى منطقة لا تمركز، وتحويل عدد من الصلاحيات إلى ممثلي السكان كما قلت سابقا، ليصبح مركز القرار قريبا من المواطنين والمواطنات وعمومهم. وفوق هذا وذاك، هذه أجزاء لا تتجزأ من المغرب وينطبق عليها القانون المغربي، فيجب تفعيل القانون وسمو القانون على المسؤولين على السلطات وعلى المواطنين. فسمو القانون هو الفيصل لكي نجعل الحياة نطبع الحياة في مناطقنا الصحراوية المسترجعة. السلطة إذا كانت لها مؤاخذة على جهة ما أو جمعية ما، عليها أن تذهب أمام المحاكم. وفي هذا الإطار فإن الجمعيات التي حكمت لها محاكم المملكة المغربية لكي تتمكن من أن تقوم بأنشطتها، على المسؤولين أن يسمحوا لها بذلك، وإذا رأوا أن نشاطها يضر بالقانون عليهم أن يتوجهوا إلى المحاكم. ونفس الشيء المواطنين الذين يظنون بأنهم حرموا من حق كحق الخيام، عليهم أن يتقدموا إلى المحاكم. في هذا السياق النموذج توزيع جغرافي المحاكم التي قرب أكثر، كاين واحد الفصل يقربها. نعم. أكثر. فإذا السمو والنموذج يؤكد على سمو القانون والوضوح والشفافية والإنصاف عبر المساواة والتعامل مع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة. هذه أشياء ركز عليها النموذج، ويمكن تلخيصها في شيء بسيط، هو الكرامة للمواطن المغربي والمواطنة المغربية أي كان في أي مكان كان، وهذا جزء من المغرب. نعم.
كاين واحد النقطه مهمه في المجال هو تشجيع مشاركه النساء في هذه الديناميه. تنعرفوا بان المجتمع الصحراوي المراه عندها فيه قيمه يعني قويه تلعب دور كبير. شنو اللي فعلا المراه الصحراويه عندها واحد الدور هام، لكن في المجالس المنتخبه وفي الحياه العامه وفي تسيير الشان العام لاحظنا غياب كبير للدور ديال النساء داخل سواء داخل المجالس المنتخبة أو داخل حتى الجمعيات ديال المجتمع المدني. ومن خلال هاد التشخيص ديالنا والوقوف ديالنا على هاد سميتو على هاد الحالة هادي تم اقتراح عدة إجراءات لتشجيع النساء والتربية على المساواة وتشجيع يعني إشراك المرأة في التسيير ديال الشأن العام وإجبارية أو إلزامية إشراك النساء من خلال آليات اتخاذ آليات خاصة لتشجيع النساء بطبيعة الحال المساهمة في الشأن العام. ولاحظنا كذلك أن ربما الثقافة ديال الخاصة بهذه المناطق من كثرة الاحترام ديالها للمرأة كتخليها في معزل عن تسير الشأن العام، وهذا ما كيمنعش أن عندها واحد الدور كبير في الحياة اليوميه في القبائل في التسيير ديال البيت ديالها في الدور يعني اللي كتلعبوا اجتماعيا دور كبير، ولكن هذا الدور لا يترجم على ارض الواقع في التسيير ديال الشان العام. ومن خلال هذا الشيء ارتئينا بان يجب على المراه ان تتبوأ المكانه الخاصه بها وخاصه فيما يخص التشغيل الذاتي، بحيث انه في هذه السنوات الاخيره تم تنظيم ديال عده تعاونيات اللي حسينا بان هناك مهارات وهناك قدرات ديال النساء تسير هذه التعاونيات وما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولعبت فيها النساء واحد الدور كبير. ومن خلال هذا الشيء كان يعني ندعو الى تطوير المهارات ديال النساء ليلعبنا واحد الدور اكبر في الاقتصاد. بخصوص فئه النساء كيفاش يمكن تشارك في تشعيل هذا النموذج؟ يعني مشاركه المراه هو صراحه يعني في في في, في المناطق الجنوبيه هناك بعض تراكم. نعم. المجتمع الصحراوي الى حدود السبعينات مجتمع بدوي، ويعني المشاركه ديال المراه في العمل السياسي في العمل الحزبي يعني في انشاء التعاونيات المقاولات هذه كلها مسائل لا زالت جديده، ولكن على الاقل يعني كاينه واحد الطفره مؤخرا. نعم. في السنوات الاخيره خصوصا مع يعني النظام الانتخابي السابق ديال الجماعات المحليه واللي جات فيه واحد الكوطه، يعني كل مجلس كتخصص مقاعدين للنساء، واصبح يعني كاين واحد التجاوب حتى على انفتاح العمل الحزبي من النساء، انشاء التعاونيات كما قالت الاستاذه، كاين واحد التغير يعني بنيوي في المجتمع، وهذا كذلك يعني مشاركه النساء هذه بعد احنا في المركز ديالنا ديال الابحاث والدراسات السياسيه والاستراتيجيه للشؤون الصحراويه، يعني مشاركه المراه كنعتبروها من المسائل المهمه عندنا. احنا طلعنا حتى في البرنامج طلعنا مجموعه ديال الفعاليات النسائيه مؤخرا، عطات صوره جدا مشرفه وخلات صوره. ندوه مؤخرا في شهر يونيو في مدينه سطات حول يعني ملف الصحراء واسئله المرحله، وكان يعني هذا الجانب ديال مشاركه النساء. نعم. سواء في المتدخلات او سواء يعني تشجيعهم العمل الحزبي والعمل كان من بين الاهداف ديالنا. في اخرى مستهدفه اعطاها التقرير واحد الاهتمام هي الفئه العائدين من مخيمات تندوف. فئة العائدين من مخيمات تندوف صراحة خاصها مزيد من العناية، احنا ما كنقولوا التي تحدثوا على إنشاء مؤسسة متخصصة تكفل النفسي والصحي لأن أغلبهم يأتي يعاني من أمراض سواء نفسية أو عضوية أو مبصورة يدهم مبصورة رجله، يعني كاينة مشاكل، وكان يعني واحد التدبير في واحد المرحلة معينة على أن يتم تمكينهم فقط من بطائق الانعاش الوطني، وهذا يعني احنا كنشوفوه اليوم كجيل جديد يعني خص يعني مقاربه تنمويه، يعني الادماج ديالهم في الحياه السوسيومهنيه في مراكز التاهيل المهني الدراسه من اجل يعني حتى هما تمكينهم من قدرات تمكن لهم من ولوج سوق الشغل. عندك شيء اخي مساء الله عليك؟ تقريبا هذا هو اللي جا في التقرير لانه الملاحظ انه
في المشاورات اللي كانوا عندنا في الأقاليم الجنوبية، قيل لنا أن العدد الكبير من العائدين يتجهون إلى مدينة العيون. يعني إذا المجلس يقترح باش تكون واحد الهيئة ما بين الجهات، وكذلك صندوق للدعم الاجتماعي الذي سيتكلف كذلك بهذه الفئة من العائدين. نعم. والهدف هو إدماجهم اقتصاديا، إما عن طريق التكوين المهني على حسب الكفاءات، وتكون مرافقتهم يعني مرافقة بسيكولوجية ومن أجل إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا. إذا السؤال كيف قلنا نموذج ممتاز عمليا، نقود التمويل ديالو مين غادي يجي؟ كاين حديث على 120 مليار درهم، مبلغ 140 مليار درهم، مبلغ يعني ضخم. كيف سيتم التمويل؟ من اين ستاتي الاموال التي ستمويل هذا البرنامج؟ الارقام اللي كاينه ديال النموذج باش نلخصها باش يكون ملخص في الاخير ديال البرنامج، 120 الف منصب شغل. نعم. خفض نسبه البطاله الى النصف، يعني من 15 دوز ل 9، ومضاعفه الناتج الداخلي الخام في اطار في خضم 10 ديال السنوات. الان الاستثمارات اللي كاينه في المناطق في الاقاليم الجنوبيه، تقريبا الدوله تستثمر، هناك استثمارات ديال الدوله بين 10 المليار تقريبا سنويا، 3 المليار ديال بين 3 و 5 ديال الاستثمارات. اذا هناك استثمارات اللي غادي تبقى موجوده من طرف الدوله، ولكن يعني الى مشينا نحو يعني استغلال جميع المؤهلات التي كاينه عند هاد الجهات، فغادي نخلقوا واحد الديناميه اللي غادي يجي القطاع الخاص هو اللي غادي يدعم كذلك هاد الاستثمارات. تقريبا في الدراسه اللي قمنا بها 50% ديال الاستثمارات غادي تكون ديال الدوله. نعم. و 50% ديال القطاع الخاص. هذا الرقم تفضل. المونتاج المالي. فهمت السؤال المنتظر مني هو نعلق على هذه الارقام. نعم. اولا فيما يتعلق بمضاعفه الناتج الخام بهذه المناطق، الوصول ليه في 10 سنوات هو واحد معدل ديال نسبه 7%، واظن بانه بهذا البرنامج الطموح ممكن الوصول الى، علما بانه لسنا مضطرين في البدايه ان نبدا بنسبه نمو 7% من السنه الاولى، بل الامور ستمشي بطريقه ديناميه. فيما يتعلق بالامكانيات الاستثمار والاموال، انطلاقا مما تضخه الدوله الان فهناك أرضية، وإذا أضفنا إلى هذا المجهود الإضافي والتحفيزات والمناخ العام الذي سيخلق بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الخواص، أظن بأنه ممكن. ما أريد أن أضيفه هو أن النموذج في عدة فقرات يتكلم عن البناء المغاربي، ويضع تنمية هذه المناطق في إطار القطب الجيوستراتيجي الأوروبي المغاربي والأفريقي جنوب الصحراء، وبالتالي فهو يفتح آفاق لما بعد حل هذا المشكل. علينا أن نتصور لو استطعنا في أقرب وقت أن نصل إلى حل نهائي وسياسي متفق عليه بالنسبة لهذا الصراع حول مناطقنا الجنوبية المسترجعة، فسيكون هذا أساسا. نعم. لكي نجعل من هذه المناطق عوض أن تكون مكان للصراع والتوتر بين الجارين المغرب والجزائر، أن تكون فضاء للتعاون المغاربي، وهذه كذلك من الأشياء التي تجعلنا نتوجه إلى الرأي العام الجزائري لكي نصل في أقرب الأجال إلى حل هذا المشكل المصطنع. نعم. الذي عمر طويلا.
سيدة نجاة، شنو خص الشروط اللي خص باش لإنجاح هذا النموذج؟ نعم، لحد الساعة لاحظنا بأن هناك استثمار ديال رأس مال الدولة بوحدو، وما يمكن لهذا المشروع ينجح إلا بإيجاد شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين الدولة. فتشجيع ديال هذه الشراكة ما بين القطاع الخاص وما بين الدولة غادي يفتح واحد المجالات بطبيعة الحال ديال التشغيل، وغادي يفتح واحد المجالات كبرى. وحنا كنهيئوا في هذا النموذج لاحظنا بانه في اخر زياره لنا للاقاليم الجنوبيه هناك عده مستثمرين توجهوا للاقاليم الجنوبيه للحصول على ترخيصات الاستثمارات ديالهم، مما اتلج صدورنا، خاصه وانهم في اطار الجلسات ديال الانصات اللي كنا كنقوموا بها لاحظوا بان هناك افاق واعده داخل هذه الاقاليم اللي غادي تهيئ واحد المناخ ديال الاستثمار وواحد المناخ ديال تنمية اقتصادية يعني جد واعدة. ولاحظنا بأنهم كانوا مرتاحين وهما كيعبروا على المشاريع اللي غادي يقوموا بها داخل هذه الأقاليم. فالقطاع الخاص يجب أن يلعب دوره داخل هذه الأقاليم، وبطبيعة الحال الدولة في إطار هذا النموذج عندها واحد الدور كبير أنها تلعبه إلى حين يعني الانطلاق ديال سي بوجمعة. افاق الانخراط ديال الساكنه في هذا النموذج التنموي شنو اليوم يعني كما جاء في مداخله الاستاذ جرين، من اجل التوصل الى حل نهائي سياسي متفق عليه، وكما جاء في سؤالكم اليوم كما قلت هناك جيل جديد من الشباب في الصحراء، وهذا الجيل الجديد صراحه عاش ثلاث عقود الان من زمن الصراع هو لم يتسبب فيها، باش نكون واضحين، وهو كاين اطراف خارجيه هي اللي كتغذي هذه النارات. راه مؤخرا يعني دور الجزائر واضح، الا بغينا نبينوا على انها كاينه اجراء سليمه وكاينه مقاربه تدبيراتيه، اول شيء بغض النظر على الفلوس، الفلوس راه من 75 كتكب في الصحراء وما كنعرفوا فين كتمشي. اليوم الاهم والرهان هو التركيز على عامل الثقه والاعتناء بالعنصر البشري والموارد البشريه، ومن خلال هذه المساله المصالحه مع الشباب الصحراوي واعاده المبعدين للمنطقه اولا، ثانيا يعني لان مجال اشتغالهم الحقيقي هو منطقه الصحراء باش نكون واضحين، وهذا يتماشى مع الشعارات التي يرفعها المغرب سواء الجهويه المتقدمه او الحكم الذاتي. وهذا المشروع هذا الحكم الذاتي هي ماشي شعارات، راه ولات واقع دابا، هذا واقع. يعني المشروع الحكم الذاتي اليوم الا بغينا نبينوا عن حسن النوايا نبداو حنا كطرف في الاجراء والتنزيل السليم ديالو، وكنعتبروا على انه حنا كجيل جديد من الشباب على ان هذا هو شكل من اشكال تقرير المصير، وهو الحل السلمي اللي يضمن ويجنب المنطقه كوارث يعني كوارث اللي ممكن تسبب في مآسي اجتماعيه. وحنا اليوم اهم شيء عندنا هو الجانب الانساني في الصراع، وخاص الجميع، هذه مناشده لجميع الاطراف سواء المسؤولين المغاربه سواء حكام الجزائر سواء قياده البوليزاريو، ان الاوان باش نغلبوا الجانب الانساني والمنطق الانساني ونمشوا في بناء واحد الدوله اللي تكون قويه وصرح مغاربي قوي نعم. اذا نتمنى تكون اذان صاغيه في الاستماع للنداء. كلمه اخيره سي متقي، هاد دقيقه خلاصه راه ما بقاش الوقت، غير باش نكونوا يعني تكون الفكره كامله فيما يخص هاد الاموال اللي محتاجها النموذج. هناك اليه التي اقترحها المجلس هي خلق صندوق للدعم الاقتصادي اللي غادي يتلقى يعني الاموال من التحويلات ديال الدوله، ولكن كذلك من الضرائب اللي غادي يستخلصها يعني بالاستغلال الموارد الطبيعيه. الا كانت خلاصه يعني بالكلمه اخيره فيما يخص هذا البرنامج هذا النموذج، فهذا نموذج يعني من الساكنه والى الساكنه ديال الاقاليم الجنوبيه. وفي هذه المناسبه بغيت نحيي يعني جميع يعني السكان والاطر ديال الاقاليم الجنوبيه اللي انخرطوا معنا في هذا النقاش وفي هذا الحوار البناء، واللي لقينا فيهم يعني كفاءات عاديه، وكان النقاش دائما بناء، والنتائج اللي توصلنا لها فتقسمناها معاهم في شهر شتنبر الماضي،
وكان يعني انه الان كاين اتفاق نعم. على جميع هاد التوجهات الاخرى. انا اللي غنركز عليه هو ان الدور اللي لازم يلعبوا الشباب في تنزيل كل المقترحات اللي جا بها هذا النموذج هو دور كبير. المرأة يجب ان تدخل الغمار ديال التسيير ديال الشأن العام لان الدور ديالها جد هام. المقاربة التشاركية هي مقاربة جد هامة. مسألة الثقة لاحظنا بانه لا يمكن انجاح هذا النموذج الا بارجاع الثقة ما بين السلطة والمنتخب والساكنة وبطبيعة الحال الحكامة المسؤولة والجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة هي من الركائز الأساسية لإنجاح هذا النموذج. كلمة أخيرة بجمع. لنا أمل يعني كشباب صحراوي يعني كجيل جديد لنا أمل يعني في ما قدمه يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وصراحة هذه خطوة مهمة وخطوة جريئة حتى لا نبخس الناس أشياءها يعني. وكما قلت يجب على الجميع على جميع الأطراف النزاع أن يعني يغلبوا يعني منطق الواقعية السياسية ويغلبوا الجانب الإنساني. ومشروع كان ظن علينا الحكم الذاتي هو يعني حل لا غالب ولا مغلوب وصراحة كحل سلمي وواقعي. يعني الصراع عمر طويلا وسيعني تدفع فيه أجيال قادمة إلى إن لم يتم يعني تغليب منطق الإنساني في هذا الملف. وشكرا. شكرا لك. قلتي نفوك مور بعد المشاركة الأولى نتمنى يرجعوك بعد المشاركة الثانية ديالك. نتمنى يرجعوك للمنطقة. تفضل. في الأخير أظن بأنه ضروري التنويه بهذا العمل الجيد الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي تخص هو تعبئة الجميع لكي يظهر كل هذا على أرض الواقع. وبجانبي أؤكد على عامل الثقة على ضرورة الاهتمام بالشباب من خلال أولا إدماجه المهني ومحاولة إيجاد حلول في أسرع الأوقات وحلول ولو كانت تأخذ جزءا ولكن أن لا ننتظر حتى نجد الحل النهائي. كذلك علينا أن ندمج الأجيال الجديدة في الحياة العامة وفي النخب السياسية والمنتخبة في المنطقة. علينا كذلك أن نهيئ في هذه المناطق جوا سوسيو ثقافي متنوع وديناميكي من خلال أنشطة ثقافية وازنة وهادفة. ومن خلال كذلك شيء لا يجب أن ننساه أنشطة رياضية في المنطقة والنهوض بالحياة الرياضية. وأود شخصيا إضافة بعض النقط فيما يتعلق بالمقترحات فيما يتعلق بفك العزلة لهذه المناطق. في أقترح الاعتماد على كذلك جانب السكك الحديدية بالنظر لسهولة الأراضي. وفيما يتعلق بالسياحة كذلك الاعتماد على السياحة الصحية التي تستقطب الآن الكثير من السياح. وهذه المنطقة بجوها الجميل والرائع ممكن أن تكون وجهة للسياحة الصحية للمغاربة للأفارقة وللأوروبيين والقارات الأخرى. إذن شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. شكرا للحضور الكريم على مشاركتنا. شكرا لكم مشاهدينا على وفائكم لهذا الموعد. وإلى اللقاء الأسبوع القادم بحول الله.
مر انتشار الإسلام في إفريقيا بعدة مراحل، ويعد المرابطون من الأوائل الذين نشروا الدعوة الإسلامية فيما كان يعرف ببلاد السودان.